كشف المدعي العام في بلدية فالانس في فرنسا أن الشاب الذي صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء يواجه تهمة الاعتداء على شخص يتولى سلطة عامة في البلاد. وأوضح موقع سينيوز الفرنسي إذا كان ماكرون لم يتعرض لأي إصابة نتيجة الصفعة فإن المتهم سيتابع من أجل العنف الخفيف. وبحسب المادة آغ 624-1 من قانون العقوبات فإن العنف الخفيف تنتج عنه غرامة من الدرجة الرابعة لا يمكن أن تتجاوز قيمتها 750 أورو. وفي حال أدت الصفعة التي تلقاها ماكرون إلى عدم القدرة على العمل لمدة تقل عن 8 أيام فإن المهاجم سيواجه السجن لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 45 ألف أورو. وينطبق هذا القانون على أي مهاجم اعتدى على شخص يتولى سلطة عامة في فرنسا. ويعتبر موقع سينيوز الفرنسي أنه من الناحية العملية ليس من المؤكد أن يواجه المشتبه به هذه العقوبة الشديدة. وفي خبر آخر أكد المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح أن الديربي المغاربي الذي سيلعبه المنتخب الوطني هذا الجمعة أمام المنتخب التونسي سيلعب على تفاصيل صغيرة وأن المنتخب الأكثر تركيزا هو الذي سيفوز بهذا اللقاء. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. شكرا للمتابعة والسلام عليكم.